السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة سطور المعرفة مع الأستاذ أحمد عبد اللطيف. سوف نتحدث اليوم عن إمام أهل السنة والجماعة، الإمام الشافعي. الإمام الشافعي هو أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه نسبة الشافعية كافة. هو أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي المطلبي. كان أبوه قد هاجر من مكة إلى غزة بفلسطين بحثا عن الرزق، لكنه مات بعد ولادة محمد بمدة قصيرة، فنشأ محمد يتيما فقيرا. أما جده شافع ابن السائب هو الذي ينتسب إليه الشافعي، لقى النبي صلى الله عليه وسلم، وأسر أبوه السائب يوم بدر في جملة من أسر وفدى نفسه ثم أسلم. يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. أما أمه فهي يمانية من الأزد، وقيل من قبيلة الأسد، وهي قبيلة عربية لكنها ليست قرشية. قيل إن ولادة الشافعي كانت في عسقلان، لكن الأصح أن ولادته كانت في غزة عام 150 هجرية، وهو نفس العام الذي توفي فيه الإمام أبو حنيفة. لما بلغ الإمام الشافعي سنتين قررت أمه العودة وابنها إلى مكة لأسباب عديدة، منها حتى لا يضيع نسبه ولكي ينشأ على ما ينشأ عليه أكرامه. فأتم حفظ القرآن وعمره 7 سنين. عرف الشافعي بعظم صوته في القراءة. قال ابن النصر: كنا إذا أردنا أن نبكي قال بعضنا لبعض: قوموا إلى هذا الفتى المطلبي، يقصدون الشافعي، فإذا أتيناه يصلي في الحرم استفتح القرآن حتى يتساقط الناس ويكثر عجيجهم بالبكاء من حسن صوته، فإذا رأى ذلك أمسك عن القراءة. لحق بقبيلة هزيل العربية لتعلم اللغة والفصاحة، وكانت هزيل أفصح العرب، ولقد كانت لهذه الملازمة أثر في فصاحته وبلاغة ما يكتب. وقد لفتت هذه البراعة أنصار معاصريه من العلماء بعد أن شب وكبر، حتى الأصمعي وهو من أئمة اللغة المعدودين يقول: صححت أشعار هزيل على فتى من قريش يقال له محمد ابن إدريس. وبلغ من اجتهاده في طلب العلم أن أجازه شيخه مسلم ابن خالد الزنجي بالفتية وهو لا يزال صغير. حافظ الشافعي وهو ابن 13 سنة تقريبا كتاب الموطأ للإمام مالك، ورحلت به أمه إلى المدينة ليتلقى العلم عند الإمام مالك، ولازم الشافعي الإمام مالك 16 سنة حتى توفي الإمام 179 هجرية. وبنفس الوقت تعلم على يد إبراهيم بن سعد الأنصاري ومحمد بن سعيد. وبعد وفاة الإمام مالك سنة 179 هجرية سافر الشافعي إلى نجران واليا عليها، ورغم عدالته فقد وشي البعض به إلى الخليفة هارون الرشيد، فتم استدعائه إلى دار الخلافة، وهناك دافع عن موقفه بحجة دامغة، وظهر للخليفة براءة الشافعي مما نسب إليه وأطلق سراحه. ثم بعد ذلك عاد إلى بغداد مرة أخرى 195 هجرية، وكان له بها مجلس علم يحضره العلماء ويقصده الطلاب من كل مكان. مكث الشافعي في بغداد سنتين، ألف خلالها كتاب الرسالة، ونشأ فيها مذهبه القديم، ولازمه خلال هذه الفترة 4 من كبار أصحابه، وهم أحمد بن حنبل وأبو ثور والزعفراني والقرابيسي. ثم عاد الإمام الشافعي إلى مكة ومكث بها فترة قصيرة، غادرها بعد ذلك إلى بغداد، وأقام في بغداد فترة قصيرة ثم غادر إلى مصر. قادم مصر سنة 199 هجرية تسبقه شهرته، وكان في صحبته تلاميذه، فنزل بالفسطاط ضيفا على عبد الله ابن الحكم،
وكان من أصحاب مالك، ثم بدأ بإلقاء دروسه في جامع عمرو بن العاص، فمال إليه الناس وجذبت فصاحته وعلمه كثيرا من أتباع الإمامين أبي حنيفة ومالك. بقي في مصر 5 سنوات قضاها كلها في التأليف والتدريس والمناظرة والرد على الخصوم. وفي مصر وضع الشافعي مذهبه الجديد، وهو الأحكام والفتاوى التي استنبطها بمصر وخالف في بعضها فقهه الذي وضعه في العراق. وصنف في مصر كتبه الخالدة التي رواها عنه تلاميذه. وقد أظهر الشافعي طريقا ومنهجا جديدا في الاستدلال، الذي هو في حقيقته مزيج من فقه الحجاز وفقه العراق، وهو منهج أنضجه عقل متوهج عالم بالقرآن والسنة، بصير باللغة العربية وآدابها، خبير بأحوال الناس وقضاياهم، قوي الرأي والقياس. وقد دون الشافعي الأصول التي اعتمد عليها في فقهه والقواعد التي التزمها في اجتهاده في رسالته الأصولية الرسالة، وطبق هذه الأصول في فقهه، وكانت أصولا عملية لا نظرية، ويظهر واضحا في كتابه الأم. ولم يشترط الشافعي في الاحتجاج بالسنة غير اتصال سند الحديث وصحته، فإذا كان ذلك صح عنده وكان حجة عنده. ولم يشترط في قبول الحديث عدم مخالفته لعمل أهل المدينة مثلما اشترط مالك، أو أن يكون الحديث مشهورا ولم يعمل روايه بخلافه. ووقف الشافعي حياته عن الدفاع عن أهل السنة وإقامة الدليل، وبعد الرجوع إلى القرآن والسنة يأتي الإجماع إن لم يعلم له مخالف، ثم القياس شريطة أن يكون له أصل من الكتاب والسنة. وقد عرف الإمام الشافعي كإمام من أئمة الفقه الأربعة، لكن الكثيرين لا يعرفون أنه كان شاعرا. ومن أفضل ما قال في شعره: ما حك جلدك مثل ظفرك، فتولى أنت جميع أمرك، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها، فرجت وكنت أظنها لا تفرج. إذا رمت وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن. الدهر يومان ذا أمن وذا خطر، والعيش عيشان ذا صفو وذا قدر. أما ترى البحر تعلو فوقه جيف، وتستقر بأقصى قاعه الضرر، وفي السماء نجوم لا عداد لها، وليس يكسف إلا الشمس والقمر. وكان الشافعي رحمه الله فقيه النفس، موفور العقل، صحيح النظر والتفكر، عابدا ذاكرا. وكان رحمه الله محبا للعلم، حتى أنه قال: طلب العلم أفضل من صلاة التطوع. وروى الذهبي في السير عن الربيع بن سليمان قال: كان الشافعي قد جزأ الليل، فثلثه الأول يكتب، والثاني يصلي، والثالث ينام. وظل الإمام الشافعي في مصر ولم يغادرها، يلقي دروسه ويحيط به تلامذته، حتى لقى ربه في 30 رجب 204 هجرية. رحم الله الإمام وجمعنا في مستقر رحمته. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك غفور رحيم. لو عجبك الفيديو اعمل اشتراك للقناة، قناة سطور المعرفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.